مجتمعنا نحن بيعتبره عيب ومحرج. ايه هذا كله نحن بعده بمجتمعنا بحسيه امر مغلق ما بده ينحكى فيه. احنا مش سمعانين عن الفحص الذاتي لانه ما حدا عطينا خبره عن هالشيء. أنا أم علي وأهلا وسهلا فيكن. أنا هون لأتأكد أنكن رح تعجنوا كل شهر. اليوم رح أعطيكن أهم وصفة عندي. خبزتي مطعم الثدي بعنوان خبزتي فيديو بعنوان خبزتي اللي هي خبزتي فيني ومع ام علي. كيف التفاصيل؟ سوري مش طبخة خبزة خبز وسمينا هل خبزتي هذا الشهر. Dikkat edin. İlk başta yumruları hissetmeyebilirsiniz. Ardından mit drei Finger und Handfläche in Kreise nennen. And then finally you pinch the dough like this. بروفيسور ناجي الصغير وسام الأرز الوطني. خبزتي